السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة رجعت لكم بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. النهاردة الفيديو جميل، والصراحة هو الفيديو نفسه عجبني والرسم عجباني والتحدي عجبني. طبعا قبل ما نبدأ في اي حاجة للمتابعين الجدد او لاي حد بيتابعني جديد، انا اسمي انس بيومي، عندي 14 سنة وبحب الرسم جدا، يا رب يكون رسمي بيعجبكم. ولو انت بتحب الرسم وتعرف اي حد بيحب الرسم، فصدقوني لو اشتركت في القناة دي مش هتندموا يعني. يلا خلونا مع الفيديو. بس طبعا قبل ما نبدأ في الفيديو، عاوز اشكر كل المتابعين الجدد اللي دخل في القناة. الصراحة بشكركم جدا على الدعم والتفاعل، وبشكر كمان اخويا عصام، هو عنده 12 سنة وكمان علق لي وبقى متابع جديد من معانا. يا رب اشوفك كده يا عصام، وهو طلب يعني مني ان هو كان كتب لي في تعليق وعايز يعرف مني ازاي اعلمه او ازاي انا اتعلمت الرسم وكده. فانا حابب اقول لك يعني ان شاء الله تتعلم الرسم مني او من اي حد كمان، ويا رب تكون اكبر رسام في مصر يعني، او من اكبر الرسامين يعني. يلا خلونا مع فكرة او تحدي الفيديو. طبعا التحدي هو ان انا ارسم رسمة او مرة بايديا اليمين ومرة بايديا الشمال، وهتكون نفس الرسمة يعني. دلوقتي بدأت في رسم الرسمة، وهي هتكون جوافية او طبيعة صامتة برضو يعني. دي طبعا الرسمة اللي بايديا اليمين، يلا نشوف رسمتها او عملتها ازاي. انا حاليا بدأت ان انا ارسم الاوتلاين عادي جدا، بدأت ان انا ابسطها. الاول بدأت ارسم خط 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 جنب خط، وعادي ممكن يكونوا متقاطعين. بدأت ان انا امسح الخطوط اللي برا وتكون معايا الاوتلاين عادي جدا، وحددته بعدين خففته علشان لما اجي اظلل يكون افتح او بنفس درجة التظليل وتطلع معايا الرسمة واقعية. دلوقتي بدأت ان انا اضيف خطوط او الاوتلاين بتاع الظلال. دي حركة بتكون بتبين لك انت لما تيجي تظلل هتضيف فين الظلال. وطبعا دلوقتي انا بدأت اظلل بالفعل زي ما انتم شايفين، والصراحة بدأت ان انا استخدم الهاتشنج او تظليل الهاتشنج في كل رسوماتي. دلوقتي بدأت ان انا اضيف او يعني اظلل بجد، واضيف الاماكن التقيلة والاماكن اللي مش تقيلة. دلوقتي بدأت ان انا اتقل عن المكان اللي فوق ده، لان هو المفروض يكون بارز عن بقية الجوافية. دلوقتي بدأت ان انا اظلل العود ممكن نقدر نقول عنه عود يعني، هو اسمه غصن يا جماعة. طبعا ده انا كنت عارفة، انا بس بختبركم يا جدعان شيء يعني، ما حدش طبعا يفتكر اني ما كنتش عارفها، لا ابدا، ده انا بختبركم بس. دلوقتي بكمل تظليل تحتيها، عشان المفروض المكان ده بيكون برضو فيه اماكن بارزة وغائرة، فالمفروض ان هو يكون فيه تظليل بالشكل ده. وفي اماكن برضو الاماكن بقى البارزة هتكون ظلها مختلف تماما عن الاماكن الغائرة. هتكون مثلا الاماكن البارزة مثلا يعني فاتحة او اصلا معمول عليها سبوت لايت كمان، والاماكن الغائرة مع يعني الظل بتاعها قوي. دلوقتي طبعا هو الصورة مموتة التظليل، ماشي تمام، مموتاه يعني، واخدة كده ايه بتاعت الدهان، ماشي، عاملة كده كل درجة واحدة. طبعا هو في الحقيقة مش كده، وانا هحط لكم الصورة بتاعت الرسمة في الاخر علشان تشوفوا التظليل بتاعها الحقيقي يعني، عشان الصورة مش بتظلم زي تصوير الفيديو يعني، او حتى ممكن يكون المكان غير، ممكن تصوير المكان يكون هو السبب يعني. دلوقتي بدأت ان انا اضيف بقى الحاجات اللي حواليها، عشان انا كنت نسيت اصلا، دخلت في تظليل الجوافة اصلا نسيت ان وراها حيطة وتحتيها فرشة والكلام ده. دلوقتي بدأت في تظليل الجزء اللي تحت ده من الجوافية. وطبعا لازم ناخد بالنا من حاجة، ان الجوافة التظليل بتاعها او الاضاءة اللي بتكون جاية عليها، ماشي، بتعمل ايه؟ بتاخد النور ده وتروح عكسه على الجوافة، ماشي، من تحت، فمن فوق شوية هتكون اغمق من تحت خالص، تمام. هنا طبعا انا عليت اللايت والبرايتنس والكونتراست، فهتلاقوا لون ايدي متغير والورقة متغيرة والتظليل متغير وكل حاجة متغيرة، حتى لون الخشب القلم متغير، علشان
حاولت اوضح التظليل اكتر يعني، بس مش هنجح برضو زي الحقيقة او الصورة يعني. ده طبعا التظليل اللي بيكون ورا الخلفية او ورا في الخلفية، ده بيكون هدفه توضيح الشكل اكتر، او حتى لو مثلا الاوتلاين تقل معاك سيكه مثلا، الخلفيه دي احنا بنعملها بقلم 8 بي او قلم غامق جدا، فيعني بيداري على الغمقان مثلا بتاع الاوتلاين او الكلام ده كله. دلوقتي بدات ان انا يعني خلاص قربنا نخلص الرسمه. اللي تحت برضو ده انا عملته بهاتش، بصوا زي ما انتم شايفين كده، طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه، كونت لي تظليل قوي جدا زي ما انت شايف كده. بس طبعا هي لسه ما خلصتش يعني، انا بتكلم ان هو الطبقات بتاعت الهاتش هي اللي بتكون التظليل يعني. انت من اول طبقه، بعدين تانية طبقه، وتالت طبقه، ورابع طبقه، وخامس طبقه، وهكذا. تمام. التظليل بقى او فن التظليل في بطريقه الهاتش، هو انت عارف فين تحط بجد الطبقات يعني، عارف فين تحط الطبقه الاولى هتكون على البتاع كلها مثلا، او تسيب حته مثلا سبوت لايت. وبعدين هنا ده خلاص خلصنا الرسمه يعني، استعدوا عشان نشوف الرسمه الشمال، عشان هنشوف عجائب الدنيا. بس حابب نتكلم اكتر عن ايديا اليمين او الرسمه اللي بايديا اليمين، ان الهاتش انت عارف امتى يعني، مثلا هتحط تظليل الطبقه الاولى كامله، بعدين بقى طبقات مثلا في نصها، وبعدين ربعها، وهكذا وهكذا وهكذا. هي دي الرسمه اللي بايديا الشمال. تمام. هي طبعا الصوره لسه ما خلصتش، او يعني الصوره لسه او الرسمه لسه ما كملتش يعني. طبعا انا كنت حاسس ان انا احبطت تماما، اللي هو انا بعمل ايه، ايه اللي هنا، كنت خلاص هلغي الفيديو بجد، حسيت ان هو فكره فاشله. بص انا اصلا الناس برسم مفيش كلام هنا يعني، حرفيا احنا هنا هنتكلم بس عن ازاي او رحلتي من 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 الرسمه دي للرسمه دي. تمام. ازاي رسمه اتقلب من دال ده. تمام. انا حاليا يعني ديا كاني واحد لسه بيتعلم رسم جديد. تمام. يعني اللي هو لا مش واحد لسه بيتعلم رسم، طفل عنده سنه ماسك بايديه اليمين وبيرسم، ما مسكش ورقه قبل كده، عنده سنه ماشي، هيطلع معاه ده او يمكن احسن، ما اعرفش. بس هو طيب بص انا اتبعت ايه علشان يطلع معايا الجمال ده ماشي، ايه اللي انا ايه الطريقه اللي انا مشيت بيها، خط جنب خط جنب خط ماشي، يلا تا 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 تا. عشان ايه نكمل الرسمه على خير، حتى يعني نكمل الاوت لاين ان شاء الله يكون طالع كانه طالع يا عمي، مش يعني اقول ايه، طيب كانه قميصه محتاج كوي، مش لازم بقى، ما هو خلاص احنا هنتكلم في فكره برسم اصلا بالايد مش متحكمه، فده عادي. طبعا بقى فكره الاوتلاين يعني ما طلعش اظبط حاجه اكيد، والغصن او عمود الشجر اللي بيكون في اخر الفاكهه طبعا زي ما انتم شايفين شكله متداس عليه، شكله متداس عليه يعني، حتى مش شكله اوتلاين مظبوط ولا شكله اوتلاين اصلا، ده شكل قلم او شكله في الحقيقه، بس شكل حد كسره وبعدين تانيه وكسره تاني. تمام. زي ما انتم شايفين هنا كنت بحاول ان انا بقى اظلله. تمام. هو كده خلاص انا اللي هو ده اخري كده، جبت اخري في التظليل هنا يعني. دلوقتي بدات ان انا اضيف تظليل هاتش، بس انا مش عارف انا حاليا بعمل ايه، ده اخري، ده انا كنت انا بحاول بجد ان انا اطلع حاجه كويسه. بضيف بقى الحالات الغامقه ومش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا يعني حاولت على قد ما اقدر، وبضيف الغامق والفاتح، او بسيب الفاتح وبضيف الغامق. زي ما قلت لكم برضو فكره الهاتش او اللي هو فن الهاتش، برضو استخدمت الهاتش هنا، خليت الاماكن الفاتحه حاولت ان انا احط فيها طبقات اقل من الطبقات التانية اللي فوق. بس كده عموما يعني الرسمه خلصت والفيديو خلص والتحدي خلص. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو اول باول، واكتبوا لي كومنت جميل زيكم، وقولوا لي بقى على افكار نعملها لكم. تمام. خلاص انا مش عايزه بقى خلاص. ولو انت بتحب الرسم او تعرف اي حد بيحب الرسم، فالقناه دي صدقني مش هتندم انك تشترك فيها، لان هي بتنزل افكار جميله زي مثلا الفيديو ده، وبتنزل برضو
مثلا بتنزل برضو فيديوهات تعليمية زي فيديوهات كتيرة، مثلا زي الفيديو اللي هيطلع لك في الاي ده او الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي. فبس كده، وألقاكم إن شاء الله في لقاء آخر، وسلام.